السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم واحد واحد. مع اخوكم بورقادي وجدي كاسبيسيال مغاربه الاحرار داخل الوطن خارج الوطن. ما تنساوش كيف العاده حنا هذا راكم عزاز وراكم غالين، وما كنساوش الناس طيبين الناس زوينين اللي كيخلوا كومونتيرات ودائما اللي لايك، راكم في القلب ودائما كنقرا الكومونتيرات ديالكم. اقسم لكم بالله العظيم لشرف كبير ليا، انا يشرفني ويسعدني انني نكون يوتيوبر تاعكم، ونكون انني كنقدم لكم هذا المحتوى، وانني كنناقش مواضيع اللي هادفه وجريئه في المستوى اللي ما يقدرش على بنادم. كل اللي كتخطاه يتنمر على عباد الله يتلف، قول لي دولينا على مواضيع. حنا بغينا مواضيع، بغينا حنا الناس تموتيفا، حنا بغينا الناس تاخذ عبره، الناس تاخذ الحيطه والحذر، الناس تفرج فيديو تستافد منه، ماشي تبقى شو هذا كيدير شو هذا كيدير شو كذا كذا كذا. مع الاسف كنشوفوا في المحتويات الخيل مريح والحمير كتبورد، فهمتيني ولا لا؟ ولا ولينا كنشوفوا الحمير بورد علينا حاليا، حنا التفاعل طايح لينا، وبنادم اللي مطالع للتفاعل ما كيقول حتى شي خريم، ما كيقدم ما ياخر، متبعين وما البراهش. حنا راه متبعين الناس بعقلهم، الناس في مستوى، الناس واصلين في وتحياتي بعدا الدرك الملكي، تحياتي النيابه العامه، تحياتي الشرطه، لانه كيخدموا بشرف كيخدموا بضمير. كنشوفوا الناس دابا الحمد لله في هذا الصيف، وحق الله العلي العظيم كون ما كانت الشرطه، كون ما كانش الناس ديال النيابه العامه، كون ما كانش هادشي، راه حنا بنادم كيتكريسه بالعلالي. شوفوا دابا التدخلات ديال رجال الشرطه والدرك الملكي، كلهم في المستوى تيخدموا يا رب الصح. شوف النيابه العامه كيفاش كيخدموا المجرمين، كيفاش كيتاخذ الجزاء ديالو، اي واحد كياخذ الجزاء ديالو. القانون يعلى ولا يعلى عليه، الله الوطن الملك دائما تحت الشعار ديالنا. المهم ما علينا اخوان، قبل بغيت نهضر في واحد الموضوع. هذا الموضوع كيتعلق بسحاب العشابه، هذوك اللي كيبيعوا الاعشاب، فهمتيني؟ اكثريه ديال الاعشاب اللي كيبيعوهم لكم اكثريه نصابه، فهمتيني ولا لا؟ كيقول لك واش دخلنا عليكم بالله. اكثريه شكون اللي كيدرم في هذا الشيء؟ العيالات، العيالات لانهم ناقصه عقلا ودينا، مع الاسف ماشي كلهم، ولكن واحد العيالات فئه الجاهلات، فهمتيني؟ ما واعياتش. اللي كتمشي عند واحد الانسان كتمشي كتقول لي عطيني حبه باخه باش راجي يقول واخا، اللي كتمشي عندو كتقول لي عطيني شبه واللبه وحزق الكلبه والساكته ومسكوته وفارليتي مجران طلقه الدنداني والمداني ضربوا في كياس مع كاس ضرب تبع عباس ضرب تسليم شد منه تيقيم حنان وهالبنان. او بقى لك بحال هكا كيكذب عليك، هو خانز دين امو، خانز كل قط بحال شي قنفو دين امو، خانز بحال شي فكرون في ريحه الجيف. هذاك بعد اللي كيبيع البخور واللي كيبيع الاعشاب وكيكذب على عباد الله، وكي بعد مرات كيبدا يحلف. هذاك اول حاجه راه شوف راه غاسلين غاسل يدو من رحمه الله، كما تيغاسل يدك من رحمه الله اللي كتمشي باش تعوض اللي راجلك تسحبي راسك انتيا غادي غداوي بالعشوب وغداوي بالبخور وغطلقي على داكشي في البخور غيولي كلب تاعك. بالعكس انتي خسرتي راسك مع الله، وخسرتي راسك مع راجلك، وخسرتي كمارتك، فهمتيني؟ شي الراجل غنقول لك باش كيبقى مع مراتو، كيفاش كيبقى وكيفاش كيطول معاه، ونشرحها لك علميا وبالتجربه. شي اي راجل بغيتي يرومك يولي معاك، هو شنو هو؟ اول حاجه الكلام طيب، المعامله الزوينه، تلبسي ليه مزيان لانك مرتو حلال وطيب عليه في الدار. من يدخل ماشي يشوفك ريحه البصله ريحه الثومه ريحه وبدا تقول لي ما حيتي الصابون ما حيتي ما حيتي الفراش ما حيتي الموك ما حيتي كذا. الراجل جاي من الخدمه مسكين طالع عليه الدم ياك، خاصك انتيا مع تلقى لي جاي حيد صباطك باش نغسل لك رجيلاتك وكذا، تدخل الدوش دوش راجل عزيز راك عزيز، الله الا خطاك علينا عمار الدار حتى تاج راسي حتى هو مول الدار بسبب انت الثلاجه اللي انت اللي كتعمرها، حتى البوطه اللي تعمرها، حتى اللي كضرب تماره، لا لا خطاك علينا وتبوسي لك تما. الراجل كيعرف راسو انه مزوج، ما وحده كتلقى لي عاد باب بحال بونو، السلام عليكم صابون ما حيتي الداري ما حيتي الفراش ما حيتي النخبز ما حيتي كذا ما حيتي كديا الحين القنيه الغوش النقير المراه النقيره، والله ما لا طولت في الحياه عمرها ما كطول. راجل صافي كي واش كيدير؟ كيدخل كيدير القطن داخل كيسمع والو، كيخليها تبقى تنبح 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 بحال شي مارينوا، كيسالي كيلبس كيمشي، كيتلاقى مع شي وحده في البار كيولي غادي معاها يشرب معاها طاسي معاها، كيبغي ينسى كينسى. هي دابا كتعرف راسها جات نقرت عليه راسها، وحده كتجي كتما مهلياش في راسها لابسه دين امو شي لبس مبهدل ضارب يدك بيجامه ديال 600 ريال وفارحه البصله ريحه الثومه وهز الدري رابطه اللور. مالنا فين؟ كاين بوسات كاين كلشي كاين الصابون كاين الماكياج كاين كلشي كاين الكراسن في البالا ب 3 دراهم 2 دراهم. مالك؟ تعرفيش تهلاي في راسك وتلبسي مزيان وكذا وتلقاي ليه ومرحبا سيدي مرحبا لالا كذا هي كلام زوين. هذاك الشيء باش قلت لها ما واحده ماشي هذا واحد كيبيع عشوب، شوف وجهو كيدير، شوف وجهو كيدير سبحان الله العظيم. قال لك وكان خوك يداوي يكون داو راسو، هذاك العشاب وكان يداوي يكون داو راسو. بعدا شوف هو وجهو كيدير، هو مغضوب عليه الى يوم الدين. واش واحد يلاقط فكرون وقاتلو ومعلقو، ولاقط قنفود ومعلقو وقاتلو،
هذا المقاطع شي يدوم رحمه الله. ها وحده كتجي عندو كتخبر داك الشيء كاينه حياني الله تولي تسمع واحد قال لهم قال لهم كينعشوا ديال الفقر ديرها في جيبك الله كي قال لك كديرها في جيبك قال لك الرزق كيجيك من حيث لا تحتسب. تخيل معايا هذا في النيفو فين وصلنا والعيالات مجيقين ودايرين بسطام ومربيعه دايرين في جيب راه الله اللي كيعطيهم سخوطات الوالدين الله اللي كيرزق. واش هذاك كيضحك عليكم عاطيك ربيعه خشيه في البسطام كتصعب راسك غنجيب لك رزق هذاك راه النحس تبع دين مو غيبقى لها حقك الى يوم الدين اللي وقف حدا كيهرب فهمتيني راه عطاك ورقه ديال النحس. شوف كل من انسان كيتبع هادشي ديال الشوافه والدجاله ياك ما كتقبلش الصلاه ديالو ما كتقبل حتى شي حاجه ديالو صافي مشى. شوف انت مشيتي عند الله صافي لانك انت اول حاجه خليتي الله عز وجل اللي تركي عليه وتطلبيه وتامن به مشيتي عند واحد وجوك الكلب وجو حاجه سلوبي مريح تما مربع رجليه ضاربه فمو الشمس وبارك عليك البنطقاني الحاج العثماني اش ديري ليه اش تفعلي ليه هاد البرودوي مزيان هاد العشبه مزيانه ديري لي في اتاي ديري لك شحال من وحده قتلت راجلها بالتسمم بسبب هادشي اعشاب وكذا كتحب راسها غطيح راجلها بالاعشاب وغطيحو بهادشي. شوفي اختي راه كيطيحو مسترينغات والسوتيام ديال الزوايه كيطيحو هذاك البينوار اللي كيتحل بحال هكا كيبان ليه مرجان محلول كيبان ليه المراه كتشقشق تيتيزا فهمتيني مراتك كتقول ليها لا واسي لا واه هاد الباب الراجل ديال مخ يكون عيان دقدق ينوض يضرب طراكس ويدوش يتلع على امك بحال اللي تلاح في دايه ديال العوق. اما انت ما حد دين امك وجهك بحال الفكرون واقفه لي عند الباب تلقاي ليه ما حيتي الصابون ما حيتي كادو واش مفكرت البصله وريحه الزبيب كيفاش بغيتي تسيد يكون يعيش معاك وما عرف معاك الجنس وكيفاش بغيتي يعنقك ويحس بالاحساس وترابط الزيف بحال هكا ديال الحياه ودير الحامض ودير الحنه هنا وطاليه راسك ووجهك مطلي ودير شير اللي باقي شي وحده كدير شير اللي غرق لامك الشقف باقي شي وحده كدير الكرفاسي وقارص حناك هكا من هنا ها باقي شي وحده والناس ديال موستاج راه ولات تحيد بالليزر ها تي مضاربه ماكينه السيده بغيبوت مسكين يقرصوا النحل دوي باقي شي وحده دير السواك مسوكه ديال امك بحال هذوك اللي كيكملوا الجوانات كيبان فمك قهوه من الداخل ريحه السواك خانز العرق والكحول باقي شي وحده دير الكحول الله يغرق لبوك الشقف كما غارق لامك في الحياه ديالك ها ضاربه سروال قندريزي ديال امك تما كيطرزي لينا غتشدفو فوق المخاد والكواش غتصبنيهم ترى ولا اللبس مسخوطه الوالدين رخيص كولون ديال 20 درهم مسخوطه الوالدين بحال النفاخه كيبين هذاك الشيء سيكسي واش تدير امك ما تريني ما تاكلي نهار كامل تضرب في مراقه ونعسان بحال فرس النهر مخشيه في ديك النموذجيه بصيف راجلك مي يخونك كرشك فيه ثلاثه طويات بحال ماطا باير مزازلك هابطين الارض بحال الكلبه مهليش في راسك سكشي سكشي خلي داك الراجل يدخل على الاقل احترمي وقدريه راه العشوب راه ما كيرش الراجل يا عباد الله والعشوب راه ما كيديروا حتى خريق وعشوب راه ربيع نقدر نتفادى به وندير نكتب على شي حاجه دواء ديال البواسر دواء ديال الخريه دواء ديال قد في السريع اكثريه شكون هما اللي كيمشيو العشب بزاف العباد هذوك المكابيت كيمشي عندو كيقول لي الله يحفظك واش عندك داك سرعه الحصان عندك خلطه الاسد زعما غضربها غتولي الاسد والعباد والله يمك حتى كيسكت لك القلب ولا يعطيك شي عشوب بحال الزعتر بحال اللويزه كذا كتشربو كتوي يمكن وزرها كون كان الخوخ يداوي كون داوى راسو هو براسو دين مو قلبوه شو كيدير قلبو شو كيدير هذاك اللي كيبان اعشاب لاحظوا ملي كيبان اعشاب عاد شي وحدين ناضوا فتحوا قنوات ديروا فيها الحياه وكذا هذه العشبه تنتمي الى سلاله بني قحبون وسلاله بني كذا وكذا وكذا كلبون وهذه العشبه جبناها من كديه والحمقنيه وكيبدا يبيعوا لك برودوي كتب على نمر التليفون ديالو وايه قرانيه فهمتي شويه مسخرها كذا كينصبوا باسم الله وباسم الدين وكيبيعوا الاعشاب ويبيعوا لك واحد كيبيع لك ما ديال الرقيه بيع لك 8000 ريال ما ديال بيدوزا مطيب ومصوب من روبيني الرقيه راه تقدر تقرا كتقرا المعوذتين سوره الفاتحه سوره الفلق سوره ايه الكرسي كذا كتقرا على راسك وتدوش بها وتغسل بها وجهك وتشرب منها ولا حاجه صافي راه باينه كتمشي عند واحد كيقول لك راقي شرعي كيمشي كيبدا يقرا عليك شويه هذيك هذاك كيكذب عليك كيبيع لك بيدوزا ب 10000 8000 هذا ماشي نصب واحتيال ها دوي بقات في اللحيه وعراديتي وربيتي ترمى وغادي لابس لك الصابو ديال الفرامليه وغادي كتعرض ليا بحال هكا سير لا مك سير تتسابقوا زعما الصفوف الاماميه زعما راكم متقي الله صلاب لا وضوء النفاق ها وتلوطوا على العيالات في الديور اللي جو عندكم تملس لا بزازله وكذا اش من دين كينص على انك انت تقرب المراه اللي دير بزازله ولا كاش ها دوي 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 اللحيه اللي ولدك دوي دوي الكافر اللي ولدك دوي انا نتيق في السكيري وما نتيقش فيكم نتوما اصلا كفار دينكم نتوما كفار ومكبوتين اكثريه ديالكم الكبت والكبات الكبت والكبات دينكم كتضرقوا بالكراس وتضرقوا بالرقيه الشرعيه وتضرقوا بالقنوات انا يلا منكم سير طريح الله رجال الدين راه باينين
واللحية في القلب والإيمان في القلب، والله كتعبد بالعلم ماشي بالجهل. عباش نوصل لك هاد الميساج وهاد الفكرة. أما تبتني نبعود آراك وصابو ديال الفرملية قدوك بالعرض ها وسروال قندريسي ودارفو منه فوقية وغادي كدير استعراض عضلات الجامع جون سينا تا الله يغرق لأمك شقف كما غارق ليكم. هادوك صحاب الأعشاب اللي كيوقفو كيفرق رجلي ودير رجلي بحال هكا يقول لك هادي عليك الشبا واللباح زاق لك الباب ساعتها مسكو تافا حتى كل قد دوا ديالو هو ما كانش غير يحتم. هذاك راه خاص مو سبيطار ديال بويا عمر، خاص ديال مو تربط بالسلاسل وبقى يفرقعوا على مو داك البيض ديال النعام ويفرقعوا على مو داك الاعشاب اللي كيكذب بهم على عباد الله اللي كيجيب لكم اللعيبات بخور كيقول لك بخري راجلك يبقى عليه ويبقى عليه. ديري لي عاد الدخله ديري لي عاد الخرجه ديري لي كذا هاد البيضه كتبي فيها السميه ديالو ديري فيها كذا. اوليدي شوف لا يفلح السحر حيث اتى لو يجتمع الانس والانس الجن والانس باش يادوك والله لا ادوك الا ما ادى الله والله بغالك ها باش نكونوا والله ما بغاش واحد الحاجه راه ما غتوصلش ليها. الله اللي كيرزق الله اللي كيقلع من الاخر ما واحد مفرق ليا تما في ريحه الخرق بحال شي مارينوا مريح ديال المفرق ليا رجليه كيبيع البيض ديال النعام وحاط حدا شي الربيع حاط حدا شويه البخور شويه هادي شويه هادو كيكذب على عباد الله وينصب على العيالات. ديك العيالات ديال مم تما غادي مدرمه بحال النعجه بغيت هذيك العشبه باش يرجع لي ولي يطيح لي ولي اللي قلت لي ديرها تقاودي سيري لنا بغيتي يديرها اش غيدير اش غيدير اش غيدير يشوف وحده في الصاله دايره بحال فقمه اش غيدير وحده دايره السواك والكحل اش غيتسنى منا ها اش غيتسنى منا قارصه حناك وموسطاجه نياسيه ومزغبه ديال المهم من الداخل ومن برا كيفاش بغيتي تعيش معاه وكيفاش بغيتي تقولي له واخا راه غنكون مسحور واكل الجيفه واخا نكون واكل اولويز ديال بدمو غنشوفه غنهرب كوني اكيده غنشوفه غنهرب. الراجل راه ما كيجيش بالمجامر الراجل راه فين ما بات ليه شي طرف كيغامر دير له الحلقه فمك. الراجل هو تلقي ليه تهلاي فيه وكليه شربيه كلام زوين اللبس سيكسي واش عباد الله كراس موجودين سوتيامات موجودين سترينجات موجودين وكلشي موفر صابون كاين كوافورات في عندها تعطى 100 درهم تردك تحيد لك الموسطاج ديالك تحرقوا لك بالعافيه كاع بشريمو بحال مشوط الراس ديال الحولي كلشي كاين اصاحبي كلشي موفر علاش علاش بكثروا شرا على كاين لاصال كاين جري ما عندكش فلوس لاصال لا تريني جري في الشمس طيح الوزن قاد الفورمه لبسي ليه عندك رويح ديودورو مسيكا كلوريكس ثقه في النفس وفي النفس مالك يا اختي غسلي سنانك حكي بيطانك حكي هاد الحموضيه اللي كتكون هنا طيبي كامل كاملين كنطيبو وكاملين كتصح فينا ريحه الثومه ريحه البصله وكذا ولكن راه كندوشو كاين دوش كاين كلشي النعمه كاينه توين على بوكم الكلب تعرفوا واش تهلاو في راسكم او حيين ليكم حنايا او حنا العام اللي جا غنوريكم كيفاش تلبسوا كيفاش تانتكوا كيفاش الراجل ما يخونكش كيفاش راه عطيه بعشبه ترى واخا تجيبي غابه معموره تبخري بها والله لا دار حاجه غسل دماغك راه كيدوب لك فلوس كالحماره اي غادي تشوفها يلعب لك كارطه جايين ثلاثه بالعودان جايه وحده هزه الصوطه هزه عليك زرواطه هاتيك تبدا تقول لي حق راه الجيران هذيك خطره هزت عليا زرواطه هي زيدي كملي عندك واحده سميتها فاطمه وراه كاينه اي عائله سميتها فاطمه وواحد الدري سميتو سي محمد ولد خالي وهي مدرمه هذاك دير مو لا يعلم الغيب الا الله وفيق وعيق وبركه من الدجل وبركه من السحر وبركه من الشعوذه الله ينعل بزازمكم تو ويلا نوليكم نقول لكم